هن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى الشيخ عبد الله بن راشد ال خليفه بتعيينه محافظا للمحافظه الجنوبيه. ونبه سموه حفظه الله ورعاه لدى استقباله اليوم بقصر الرفاع الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله ال خليفه وزير الداخليه الذي قدم لسموه محافظ المحافظه الجنوبيه ومساعده. نبه سموه الى معاني المسؤوليه والواجب الوطني الذي يجمع بين العزم والحزم في مثل هذه المواقع الهامة في المملكة والتي تعمل على تكريس الخدمة العامة للوظيفة باعتبارها تكليفا لا تشريفا، وتعمل على ترجمة رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله ورعاه القاضية بالحرص على مصلحة المواطن والذي لا بد أن يكون هدفا للتنمية وغاية لها. واستعرض صاحب السمو الملكي ولي العهد آليات العمل التي تجعل من الوظيفة العامة رؤية وطنية شاملة وتحرص على التخطيط العام وتجعل من الحرص على أي بقعة في المملكة حرصا على الوطن بأكمله، وذلك من خلال رعاية التخطيط والتنظيم وفقا للمصلحة العليا. وحث سموه خلال اللقاء على ضرورة تعميق روح الشفافية والعمل على بث روح المساواة وتكريس العدالة والوقوف على معرفة مطالب المواطنين وإقامة العلاقة المباشرة مع كافة فئات المجتمع تمثلا لروح المسؤولية التي يبتغيها جلالة الملك المفدى رسالة دائمة لكل مسؤول تقوم على احترام المواطن احتراما يجمع بين الحقوق والواجبات.